الله يعطيك العافية يا دكتور منور. تسمعني دكتور؟ موجود بالغرفة والله. مش سامع الدكتور، الصوت واضح؟ أنا مش سامع شيء. صوتك مش ظاهر دكتور. مش ظاهر الدكتور الصوت، مش سامعين شيء يا دكتور. تمام دلوقتي سامعينك دكتور. كنت احكي لك كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا حبيبي. دلوقتي انا معايا استفين. ما هو فصل السيشن دكتور، هو له ميعاد محدد فانتهى، فهلا ان شاء الله بيدخل مره ثانيه. اذا بتحب تبدا مع زميل اخر قبل ما يدخل ممكن. على جلال دشت يعني مش موجود معانا. هاي هاي لا هاي خش دخل دلوقتي دخل. طيب ماشي. جلال. اخ جلال تفضل. اسف على هون. يا جلال. نعم دكتور سامعك. السلام عليكم يا جلال. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير يا جلال. انت بخير وصحة وسلامة. انت بتقول لي بقى انت هتخش في اتش ار مش كده؟ نعم ايه. بس انت ما انتش ملم ب اتش ار يا جماعة. نعم. جلال. ما انتش ملم ب اتش ار، بسألك في موضوعات ما انتش نعم. معايا خالص، موضوعات حديثة. تفضل دكتور. طب اقول لك على حاجة. سامعني؟ سامعك دكتور تفضل. ايه الموضوعات اللي في الاتش ار اللي انت قريت فيها؟ ايه موضوعات في الاتش ار قريت فيها؟ الاتش ار الاحتراق الذكاء الروحي بيكون هذا العنوان اللي انت ما فيش معاك غير هو موضوع انت مجهزه وخلاص. لكن نعم. قريت في الاتش ار كويس ايه الموضوعات اللي غير الذكاء الروحي قريتها في الاتش ار؟ ار فيها والله ما عند يعني الاتش ار فيها مثلا حق الشركات بناء يعني توظيف بالشركات مثلا. ما انا الصوت يروح ويجي. الو ايوه سامعني. سامعك دكتور. طيب ايه الموضوعات؟ بقول لك ايه الموضوعات. التقييم الاداء والحوافز والمكافآت والاداره هذه كلها اتش ار دكتور. ايه كلها في الاداره في الموارد البشريه اللي يتعلق بالشركات. طيب انت عرضت في التمويل. تمويل قريت. عرضت في التمويل يا جلال. نعم دكتور. عرضت في التمويل. نعم دكتور. نعم قريت في التمويل. نعم دكتور تفضل. شنو سؤالك تفضل. كلمنا عن التأجير التمويلي. التأجير التمويلي دكتور. التأجير التمويلي هو مثلا انك هو يكون مثلا بعيد المدى مثلا تستمتع في شيء تستخدمه على النظام التأجير. النظام التأجير ويكون يستفيد منها المستأجر وصاحب صاحب الشأن. طيب بعدين. وكذلك التأجير أنه يكون مثلا في أصول بالشركة أصول تأجرها على شركة أخرى. طيب كلمنا عن التخطيط الاستراتيجي كده مراحله كده. التخطيط الاستراتيجي المراحل بتاعته. مراحل التخطيط الاستراتيجي لأي شركة مثلا تحليل المتغيرات الداخلية ممكن تحليل المتغيرات الخارجية فيها والبيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بعدين نحدد البدائل الاستراتيجية. طب ايه هي البدائل اللي ممكن تكون موجودة في التخطيط الاستراتيجي؟ البدائل الاستراتيجية مثلا نكون ان مثلا شركة
ترتبط مع شركة أخرى عشان عشان مثلا تكون الشركة هذه تكون قوية بالسوق. يعني مثلا زي يعني نقول الاندماج، الاندماج مثلا اندماج ممكن يكون اندماج دكتور، ممكن يكون على شكل وفيش اندماج. بدائل تانية؟ وفيش بدائل تانية حق شنو دكتور؟ انت مالك يا جلال مالك، انت مش مركز ليه؟ انت مش مركز ليه؟ الصوت مو واضح دكتور. بقول لك انت مش مركز ليه معايا مالك؟ ها؟ الصوت مو واضح دكتور. انت كنت واخد، انت كنت واخد الماجستير بتاعك في ايه؟ مع حضرتك دكتور عندك؟ لا انا ما انا كنت مشرف عليك. لا بس بالكفر الشيخ عندك. ايوه بس انا ما كنتش مشرف عليه. ايه انا تكميلي، كنت ماجستير تكميلي. في موضوع ايه؟ في موضوع الاداء الوظيفي، اثر الاداء الوظيفي على والله نسيت. الدعم التنظيمي، اثر الدعم التنظيمي والعداله التنظيميه على على رفاه، على على اثر العاملين في القطاع الخاص في القطاع العام في دوله الكويت. الدعم التنظيمي والعداله التنظيميه. الدعم التنظيمي والعداله التنظيميه. نعم. والدعم التنظيمي ده كان عباره عن ايه؟ الدعم التنظيمي دكتور المراحل اللي يمر فيها ال اتش ار اساس يكون في موظف في عنده رفاهيه بالعمل. ايوه يعني الدعم التنظيمي ده مصادره ايه وسائله ايه، بيتم ازاي؟ المدير مثلا دكتور، مدير مثلا يكون على عنده تحت الموظفين مثلا يعطيهم حوافز، يعطيهم مثلا اوفر تايم اساس ياخذ مقابله حوافز ترقيات، هذا كله ما يؤثر في الدعم التنظيمي. لا جلال انت مش عاجبني يا جلال. انت ما انت شكلك مش مستعد ليه كده؟ والله ماشي يا جلال، يلا نتمنى لك التوفيق وكل سنه وانت طيب. شكرا شكرا. مين اللي بعديك؟ مين اللي بعد جلال؟ الو دكتور. لسه اثنين. عفوا دكتور. الو ايوه دكتور معاك حنان. مين دكتور معاك؟ دكتور مين معايا؟ حنان. حنان معاك. حنان سامعني؟ ايوه. مين معايا؟ مين معاك؟ حنان. حنان معاك. حنان. مين؟ حنان. حنان ايه؟ حنان سليمان الزايد. حنان مين؟ حنان اسمي. حنان سليمان الزايد. حنان سليمان الزايد. اسمك كامل يا حنان. حنان سليمان الزايد. حنان سليمان الزايد. سليمان زايد. الزايد. سليمان الزايد. سليمان الزايد. سليمان الزايد. اهلا بك يا حنان. اهلا وسهلا فيك. ناوي اسجل بالتسويق. يعني الموضوع اللي في ايه حكايه التسويق دي معاك؟ يعني الموضوع في بال ايه ايه دكتور عفوا. التسويق سهل عن عن التخصصات الثانيه ولا انت في موضوع تحت زينك؟ يعني في موضوع في بالي ان دور التسويق الاستراتيجي المستدام في فعاليه الاعلانات المرئيه. فعاليه الايه؟ فعاليه دور التسويق الاستراتيجي المستدام في فعاليه الاعلانات المرئيه. في فعاليه الاعلانات المرئيه. والتسويق المستدام ده مقصود به ايه؟ مقصود بي اللي هو يعني زي المؤسسات ممكن تعمل خطة
خطة تنمي فيها المزيج التسويقي عندها أن تستخدم الإعلانات دي أن تروج حق الإعلانات أو إعلانات بالقنوات التلفزيونية. يعني يكون الترويج عن طريق الإعلان التلفزيوني. يعني مثلاً قولي لي التسويق المستدام ده يفرق إيه مثلاً عن التسويق التقليدي عن التسويق الأخضر كده؟ يعني فهميني إيه التسويق المستدام ده؟ المستدام يعني نهدف فيه أنه هو يعني يكون يعني يدي عمر طويل وأنه يكون نوعا ما يعني فيه استخدامات بيئية أفضل أكثر. يعني نستخدم التقنيات والتكنولوجيا اللي فيها استدامة تدي عمر أطول ويكون فيها حماية للبيئة برضو. فنستخدم التقنيات الحديثة. دي اللي تعرفي عن التسويق المستدام. التسويق المستدام هو طب هو يفرق ايه عن التسويق الاخضر؟ التسويق تقريبا هو التسويق الاخضر هو نوعا ما يخدم البيئه اكثر. هو يعني اي حاجه تخص البيئه يعني تخص البيئه الحفاظ على البيئه الحفاظ على الموارد البيئيه عدم الاخلال فيها دي اكثر حاجه تاخذ التسويق الاخضر. المستدام استخدام الموارد التكنولوجيا بحيث انه تدي عمر اطول. طيب لو حبيت اسالك في التمويل مثلا اللي هو يعني ايه اللي انا كنت حطيت لكم اسئله فيه يعني تعرف ايه عن الاندماج عن تقييم الشركات؟ الاندماج دكتور هو يكون عادة اندماج بين شركتين أو أكثر. عادة يكون بين شركة صغيرة وشركة كبيرة وتأخذ الاندماج اسم الشركة الكبيرة بحيث أن أصول الشركة الصغيرة يعني تأخذها الشركة الكبيرة تكون تحت الشركة الكبيرة. والاندماج عادة يكون يعني من صالح الشركة الصغيرة عشان تحمي يعني لي مميزات كثيرة الاندماج لأن الاندماج هذا يعني يحمي الشركة الصغيرة من أن هي ممكن تكون عرضة للاستحواذ في يعني في هناك مخاطر أن ممكن تكون شركة صغيرة معرضة للاستحواذ أو يكون عندها ضعف بالسيولة النقدية فهي تقوم داخلة بالاندماج برضو عشان نعمل نوع من التنوع والتوسع. برضو أحيانا الاندماج ده يحقق في ممكن الموظفين عندهم مهارات عندهم خبرات لما يكون في شركتين تندمج مع بعض ده يدي نوع من التنوع برضو بالموارد تنوع بالمنتجات يعني أيضا يساعد على أن يكون في سيولة نقدية يساعد على خفض الضريبة يعني ده اللي يعني أذكره يعني تقريبا. طيب لو أنا برضو سألتك سؤال زمايلك برضو عشان تبقوا زي بعض كلكم قولوا لي مراحل التخطيط الاستراتيجي كده. دكتور مراحل التخطيط الاستراتيجي هي تقريبا يعني زي ممكن نقول اللي هو فيه زي السوات يعني سوات أناليسس اللي هو فيه سترينث اللي هو تحليل المتغيرات الخارجية يعني المنظمة تشوف بتحلل المتغيرات الخارجية اللي هي تشمل المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية كل حاجة تدرسها تدرس المنظمة إيه الحاجات اللي بتهددها من هذه يعني المنافسين مثلا ممكن أنا منظمة أشوف العوامل الخارجية أشوف في منافسين لي بالمنتج أو أشوف مثلا الموردين بيساعدوني يعني في أمور أدرسها إيه النواحي يعني النواحي اللي ممكن يعني النواحي التهديدات والنواحي اللي أنا ممكن إيه يعني أتحدى فيها المنافسين ده بالناحية المتغيرات الخارجية. في هناك برضو عندنا متغيرات داخلية اللي هي أكثر حاجة بتركز فيها على الموارد البشرية اللي هي التغيرات الداخلية لأن المنظمة من الداخل لازم هي بتعرف تدرس إيه نواحي القوة والضعف عندهم. يعني مثلا هي عندها خبرات فهي عندها قوة عندها مثلا رأس مالية يعني ممكن عندها بيروقراطية ده يعتبر ضعف يعني مثلا عندها المدراء يتسمى بالبيروقراطية فده يعتبر من نقاط الضعف في المؤسسة. فالمؤسسة من ناحية المتغيرات الداخلية تدرس وضعها
يعني يعني هذا هو كويس ولا ولا يعني 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 ممكن تقوي او تشتغل عليه. بعد كده يكون عندها رؤيه يعني رؤيه للمنتج او خطتها يعني لقدام لطويل للاجل البعيد، وتكون عندها رساله واضحه، رساله يفهمها المشتري، يفهمها المنافسون، يفهمها المنظمات اللي تتعامل معاهم، عندهم رساله واضحه. احيانا هذه الرساله تكتب المنظمات او تكتب حتى على يعني المنتجات او تكتب طيب ايضا في الاتش ار في الموارد البشريه. طيب البدائل الاستراتيجيه بقى عباره عن ايه دكتور؟ البدائل الاستراتيجيه هي تتنوع. في عندنا حاجه اسمها النمو والتنوع. أيوة. يعني احيانا الشركه لما تحس ان هي شويه يعني ممكن معرضه للخطر، تعمل تتجه للبدائل الاستراتيجيه كأنها تسعى للاندماج مثلا، او التوسع، انها تحاول تتوسع، انها تدخل مع شركات ثانيه عشان تتوسع، او انها هي ممكن تعمل انكماش. ده بديل استراتيجي لما هي بتحس ان هي في مرحله خطر، لما تحس في مرحله خطر تعمل الانكماش، ان هي مثلا تقلل نفقات، تعمل تصفيه مثلا. ده احنا راح نخش كده بالفشل المالي يعني، او بعض نقاط الحلول للفشل المالي، ان هي ممكن مش ممكن يكون فيه استراتيجيه مركبه. ممكن استراتيجيه مركبه، ان هي يعني تدخل يعني تصفي امور، في امور تحس فيها ضعف تصفيها، وبرضه تتقوى بامور ثانيه، ان هي ممكن تعمل اندماج. يعني تصفي في مكان وتنمو في مكان ثاني. ايوه بالضبط. ماشي يا حنان، ربنا يوفقك. شكرا دكتور، نشوفك بالخير، كل سنه وانت طيب. انت طيب. مين اللي بعديك؟ انت اخر حد ولا لسه في حد؟ المايك انا دكتور. انت اخر واحده ولا في حد لسه؟ ما ادري، في احد؟ في رقم 9. اهلا بيكي. هلا دكتور، ازيك، اخبارك ايه؟ السيدة الصحفية. صحفية اللمضة دكتور. لا ايوه اللمضة. قولي لي اسمي. منى البحور. قولي لي اسمي. منى محمد البحوة. انتوا تكتبون البحوة صح. طيب قولي لنا يا منى، انت عايزة تتخصصي في ايه ان شاء الله؟ دكتور انا في موضوع ببالي راح يعني ان شاء الله اعمله، عن بكمل عن مشروعات صغيرة، فراح اسوي دراسة تطبيقية عن المشروعات الصغيرة في دولة الكويت في يعني ضوء الأزمة الحالية الكورونا. تسويق الكتروني. التسويق الالكتروني. ايوه مش كده؟ ايوه الصوت بيروح ليه؟ ايه تسمعني دكتور؟ ايوه سامعك كده. ايوه التسويق الالكتروني. ايوه تعرفي يعني التسويق الالكتروني؟ التسويق الالكتروني اللي هو التسويق الحديث دكتور، اللي الاونلاين، اللي الشراء عن طريق الاونلاين. الشراء عن طريق الاونلاين بس. طب اقول لك على حاجه. يلا اتفضل. قولي لي المزيج التسويقي كده. المزيج التسويقي اللي هو المنتج. تمام. والتسعير. تمام. والتوزيع. تمام. والتطوير. ترويج الترويج. طيب. الترويج. قولي لي واحد، كل واحد من دول واحد كده، قولي لي عليه الالكتروني كده. يمشي ازاي الالكتروني؟ يعني المنتج مثلا، ايه يعني المنتج مثلا اللي هو تخطيط المنتج امشيه الكتروني ازاي؟ تخطيط المنتج يعني انا داخلك في التخصص اللي انت عايزاه. إيه؟ ما بتسالش اسئله شامله يعني. إيه في المنتج اعرضه بالانترنت. يعني اعرض المنتج بالانترنت. ده اسمه ترويج يا منى. الترويج ده اسمه اعلان وترويج.
الإعلان والنشر. أنا عايز تصميم المنتج الدعاية. إزاي أعمله إلكتروني تصميم المنتج إزاي أعمله إلكتروني؟ تصميم المنتج يعني قصدك الدعاية والإعلان دكتور؟ يا ست الكل إحنا قلنا فيه مزيج تسويق. إيه؟ اللي هو المنتج وإيه؟ والتوزيع والترويج والتسعير، مش كده؟ ايه صح. لما انا هستخدم التسويق الالكتروني هستخدمه على الاربع انواع بتوع المزيج التسويق. طيب هعمل تصميم منتج الكتروني ازاي عبر الانترنت او شبكة النت؟ يعني هعمل التصميم المنتج ازاي؟ عملها إيه؟ سهلة عن طريق تصميم المتجر وخدمات الزبون والترويج والسعر والتسويق. لا المنتج نفسه أو الخدمة مش لها مواصفات. الخدمة أنا مش عايز الخدمة. أعرف مش عايز أعمل بحوث تسويق وأعرف المنتج ده مواصفاته إيه، لونه إيه، طعمه إيه، وزنه إيه، المنتج المستهلك عايز منه حاجات إيه ورغبات إيه. هل ممكن إن أنا أعمل بحوث التسويق دي او بحث على المنتج عبر الانترنت؟ ممكن ممكن اي ممكن دكتور. عن طريق مواصفات عن طريق عرض المواصفات في العبوة او نفسها يعني يا منى يا منى ده انت داخله في تخصص بسيط خالص وللاسف ما انتش عارفه تلم بيه. سؤالك مش فاهمه سؤالك دكتور شنو بالضبط. طيب بلاش تصميم المنتج وهو ده يعني كان المفروض تكوني فاهماه. ازاي اعمل بحوث تسويق عن المنتج واختار عينه من المستهلكين وابعت لهم على الايميلات بتاعتهم واخد رايهم في المنتج؟ ما هو ده تصميم المنتج وبناء عليه اصمم منتج او خدمه تناسب مع حاجات ورغبات العملاء. اوكي فهمت الحين. ناخذ نعمل بحوث استطلاعيه واستكشافيه في البدايه. اي اعمل بحوث استكشافيه اسال. طيب التوزيع الالكتروني يكون ازاي؟ التوزيع الالكتروني عن طريق النشر بال في النشر شيء والترويج كل ده ترويج الترويج والدعايه نشر والاعلان ترويج. ايه لا انا عايز صح. التوزيع الالكتروني هل ممكن ان هو اخد اشتري وابيع عبر النت؟ ايه نقدر دكتور. يعني ممكن تشتري وتبيعي من خلال النت؟ لا منى انت مش عجباني. طيب انا هغير وانقل معاك سؤال تاني. ايه مراحل التخطيط التسويقي زي زمايلك كده. مراحل التخطيط الاستراتيجي الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي خطوات التخطيط الاستراتيجي. اول شيء تحليل البيئه الداخليه والخارجيه والرؤيه والرساله والبدائل الاستراتيجيه والاختيار الاستراتيجي ووضع الاهداف. طيب انت شغاله فين؟ انت شغاله فين؟ انا وزاره الاعلام. وزاره الاعلام مش كده؟ اي مش كده. قولي لي رؤيه كده لوزاره الاعلام كده. رؤيه وزاره الاعلام عندكم ايه؟ او بلاش وزاره مش هضيع عليك قولوا لي رؤيه لاي شركه، رؤيه لاي مؤسسه لاي جامعه. رؤيه قولوا لي رؤيه. اوكي خل نقول ان يعني ان تصبح الخدمه افضل. مثلا لو افترضنا ان مثلا شركه مطاعم رؤيتها ان تصبح الخدمه التوصيل اسرع مثلا خدمه النظافه مثلا والقيمه
تكون فيها. طيب قولي لي، قولي لي البدائل الاستراتيجية ايه؟ البدائل الاستراتيجية اللي هي نفس ما تفضلت أختي حنان وساعة، أن النمو والتعاون والتكامل والانكماش، وأن التصفية إذا دهشينا في حالة الفشل المالي، أي وإعادة الهيكلة أيضا، إعادة هيكلة هذا وبرنامج الإصلاح المالي والخصخصة ممكن إذا كانت حكومية، واستخدام منهج التمويل الإسلامي. ماشي يا أمون، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وكل سنة طيب. الله يسلمك، مشكور دكتور، وأنت طيب إن شاء الله. الله يسلمك، مشكور دكتور، مع السلامة. مع السلامة دكتور. نراجع الأسماء مع حضرتك اللي حضروا ولا خلاص؟ هم مش أنتوا تسعة؟ نعم إحنا تسعة. نعم تسعة. هدى عوض المطيري، صخرة أحمد النصور، نعم، إبراهيم مديرس، نعم، علي أحمد سلامة، نعم، محمود محمد سعيد، نعم، سفيان نظمي، نعم، جلال محمد دشتي، نعم، حنان سليمان الزايد، نعم، منى محمد البحو. أيوة. نعم صحيح، الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. في حد تاني؟ لا هم هيك كاملين، وإن شاء الله نأمل أن نكون الجميع فيك خير البركة يا دكتور. إن شاء الله ربنا وفقكم ونشوفكم في مصر وقريب بتسجلوا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك فيك يا دكتور. يا الله رب معك. مع السلامة دكتور. مع السلامة. مع السلامة دكتور. وصلنا النتيجة ولا لا؟ عايزين النتيجة ولا يا دكتور؟ شكرا دكتور محمد. خير ان شاء الله، ما تقلقوش. الله يجزاك خير يا دكتور. مع السلامه يا دكتور. ربنا معاك. شكرا شفناكم. شكرا يا دكتور محمد على وقت حضرتك ده. الله يخليك، الله يرضى عليك وتشكريه. شكرا دكتور ايمان، شكرا جزيلا على جهدك. دكتور ايمان مشكور. العفو حضرتك، زودناها شويه يا دكتور ايمان. بنستفيد من علم حضرتك يا دكتور. انا شخصيا اتعلمت من اسئله حضرتك. كنت معانا في الحوار بقى. طبعا، امال ايه. يلا ربنا معاك. الله يخليك يا دكتور. اتعلم دايما من حضرتك. الله يخليك. بالتوفيق يا شباب دايما ان شاء الله. مشكوره دكتوره مشكوره، والف شكر على المجهود الطيب يا دكتوره. شكرا، كل عام وانتم بخير جميعا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه دكتور محمد. مع السلامه دكتور. مع السلامه. مع السلامه دكتور. شكرا لكم، الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب طيب يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه.